Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our Learn Qur'an with Tajweed series. If you like these videos, then please hit the share button below to share it with your friends and family. Now let's go to the lesson. You can read after me. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع
متاع قليل. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا
وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.